فقرة التنسيقات لليوم حبيت أنسق لكم اليلق الصوف باللون الأسود بثلاث إطلالات مختلفة. حلو يكون عندكم بخزانتكم بفصل الخريف والشتاء قطعة اليلق، لأنه تنسيقها يكون جداً سهل وعملي، وطبعاً أكيد تختارون اللون اللي تحبوه أنتو. أنا اليوم حبيت أنه أنسق اللون الأسود، يلق باللون الأسود لأنه يكون سهل التنسيق. مثل ما تلاحظون أول تنسيق لليوم نسقت اليلق الأسود مع الدريس شيرت اللي قميص يكون مثل الفستان باللون الأبيض، ونسقت معاهم بوت بكعب عالي بلون الأسود. مثل ما تلاحظون الإطلالة جدا أنيقة وعملية ومريحة. أما الإطلالة الثانية فنسقت اليلق الأسود مع هاي نك بلون الأسود ولاجينج بلون الأسود، وحتى أكثر السواد لبست معاهم بوت بطبعة جلد الثعبان. إطلالة جدا أنيقة وحلوة وعملية، وبالشتة تقدرون تلبسون على هذه الإطلالة كوت بلون البيج، حتكون الإطلالة جدا راقية. أما الإطلالة الأخيرة فنسقت اليلق بطريقة الكاجوال، نسقته مع بنطلون جينز عالي الخصر ويكون شوية عريض من الأسفل مع تي شيرت أسود، ولبست معاهم بوت الأرمي بوت بلون الأسود. هذه الإطلالة تعتبر إطلالة خريفية، لأنه إحنا هنا الفصل عندنا الشتاء يكون جدا طيب مو كلش بارد، فحلو نلبس هيجي نوعية من الملابس بهذا الجو. وإذا كان الجو بارد تقدرون تستبدلون التي شيرت بهاي نك باللون اللي تحبوه مع جاكيت جلد، أيضا حتكون إطلالة أنيقة. أتمنى عجبتكم هذه الإطلالات، وانتظروني بإطلالات جديدة ببرنامج كهرمانة.